الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أنه أخذ ميثاق جميع الأنبياء على الإيمان بكل رسول يأتي من بعدهم مصدقا لما معهم، وخصوصا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إن هذا الميثاق خاص به عليه الصلاة والسلام، وأخذوا على ذلك العهد على أممهم، بين سبحانه وتعالى أن من ابتغى غير الإسلام دينا فهو والعياذ بالله مخالف للكون كله، ينكر سبحانه وتعالى عليه، ليس فقط مخالفا للأنبياء بل مخالف للكون كله إلا جنس الكفار من بني آدم من الجن. فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. هذا الذي أسلم كرها بمعنى أنه مستسلم قهرا، يولد رغما عنه ويموت رغما عنه، وفيما بين ذلك لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يمرض ويشفى ويغنى ويفقر، يعطى ويمنع، يفعل الله سبحانه وتعالى
به ما يشاء وهو مستسلم، فهذا معنى من أسلم كرها. أما من أسلم طوعا فالملائكة والمؤمنون، النبيون والمؤمنون، كل هؤلاء أسلموا طائعين لله عز وجل. ومعنى سجود الناس كرها سجود ظلالهم، كما دلت عليه الآية الأولى، الثانية يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. قال: وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة، فروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. حديث ضعيف جدا. وقد ورد في الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يسبون، يقاتلهم المسلمون فيسبون ويربطون في السلاسل، ثم إذا اختلطوا بالمسلمين أحبوا الإسلام وأسلموا طواعية مختارين لهذا الدين فيدخلون الجنة بذلك، وليس أنهم يظلون كارهين للدين حتى يدخلون الجنة، وإنما يقادون الجنة في السلاسل لأنهم بداية يؤسرون ولا يعلمون ما في الإسلام من المحاسن، الصورة المشوهة التي يعرضها كبار الكفار ورؤساؤهم وقادتهم، ثم بعد ذلك لا يمسون إلا والإسلام أحب إليهم من أهليهم وأنفسهم وأموالهم. ومع أن المعنى صحيح، أعني أن هناك من يقع له ذلك، لكن ليس ظاهرا أنه هو المقصود بأسلم لله عز وجل كرها، لأنها في فئة محدودة من الناس. وقد قال عز وجل: وله أسلم من في السماوات والأرض. ومن هنا لإرادة العموم، كل من في السماوات والأرض أسلموا طوعا وكرها، طائعين أو مكرهين. فهذه لو حملت على من يسلم كرها أي يؤسر فيدخل في الإسلام بعد ذلك اختيارا، لكان هذا من معنى الخصوص وليس من معنى العموم الذي دلت عليه الآية ويدل عليه السياق، أن من كفر ومن تولى مخالف للنبيين، بل ومخالف لكل الكون، الكون كله يعبد الله سبحانه وتعالى ويستسلم له. هذا من أعظم الشعور الذي يعالج المؤمن به شعور الغربة والضيق الذي يحصل للإنسان بفطرته إذا شعر أنه وسط كثرة هائلة على الفساد. أكثر الناس، أو هكذا خلق طبع الإنسان مدنيا، يميل إلى أن يعيش في تجمعات يؤثر بعضها على بعض، ويميل إلى موافقة من حوله، وأكثر الناس كفروا بسبب من حولهم، كما قال عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم. وقال عز وجل عن ملكة سبأ قال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا الشعور بالغربة يفر منه أكثر الناس ولا يرضون ولا يحتملون هذا الشعور، فيوافقون على الباطل من أجل الفرار من الشعور بالغربة، يوافقون على الباطل رغم أن الفطرة تأباه، ورغم أنه مر الطعم، ورغم أنه سيء الأثر في النفس الإنسانية، يشقيها ويتعسها من الآن وليس
فقط في الآخرة. ولكن الشعور بالغربة عند الناس قاس لا يحتمله أكثر الخلق، فمما يداوي المؤمن آلام نفس به آلام نفسه في أمر الشعور بالغربة أن يعلم أن الكون كله مسلم معه، فلست غريبا في هذا الكون، والحقيقة أنك غريب فقط في وسط البشر، لكن لست غريبا في وسط من آمن بالله من الملائكة والسماوات والأرض والكائنات، كلها أسلمت لله سبحانه وتعالى، فأنت لست وحدك، فأنت هناك رابطة تربط بينك وبين أجزاء الكون المختلفة أنها تعبد الله معك. فالسياق كما ذكرنا، إذا علمت أن هذا دين الأنبياء قبلك، وهذا المعنى يشار إليه في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو به: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. فحاجة الإنسان أن يعلم أن له من يسير معه على الطريق، فقد سبق على هذا الطريق أقوام هم خيرة البشرية، هؤلاء الأنبياء جميعا على هذا الدين، والكون كله على هذا الدين، فلو كان الإنسان وحده بعد ذلك عليه لاكتفى بهذا، ولزال عنه من الشعور بالغربة ما يدفعه إلى موافقة أهل الباطل، يزول عنه ما يدفع الكثيرين إلى عدم اتباع الحق حتى لا يكون الإنسان غريبا. فعند ذلك يتلذذ في الحقيقة بالشعور بالغربة وسط الكفار والظالمين، ويأنس بأن الكون حوله كله مستسلم لله مطيع له سبحانه وتعالى. قال بعد أن ذكر المعنى الثاني من أن من أسلم كرها وهم الذين يقادون إلى الجنة في السلاسل، قال: لكن المعنى الأول للآية أقوى، وهو إسلام الكائنات لله سبحانه وتعالى أنها تحت القهر والتسخير. قال: وقد قال وكيف في تفسيره عن مجاهد: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: هو كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كأن الإكراه هنا بمعنى أنهم يقرون بالربوبية رغما عنهم، وأيضا هذا يقتضي أن تكون من هي في موضع تخصيص، وأنها ستكون لمشركي العرب، فإنهم أسلموا كرها بمعنى أقروا بتوحيد الربوبية قهرا، ده تفسير ثالث للآية. ولكن الصحيح، وهناك من الناس من نعلم أنه لا يقر بتوحيد الربوبية وينكر خلق الله عز وجل للعالم وإن كانوا قلة، ومنهم من يجعل خالقين لله سبحانه وتعالى، خالقين للكون مع خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فكالمجوس مثلا وكالفراعنة والرومان والهنود وغيرهم ممن يجعل آلهة مع الله سبحانه وتعالى. فالصحيح والله أعلى وأعلم القول الأول، وذلك أن كل من في السماوات الأرض مقهور مسخر مستسلم لله، والمؤمنون زادوا على هذا أنهم مطيعين لله في الامتثال لأمره الشرعي. وقول آخر عن ابن عباس: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: حين أخذ الميثاق. فهذا إقرار من الجميع، وهذا معنى حسن أيضا ويبقى على العموم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا الكافر أقر كرها، وأما المؤمن فأقر طائعا، والله أعلم. وأحسن المعاني وأليقها بالسياق المعنى الأول، وذكرنا فائدته العظيمة وتعلقه بما قبله وما بعده كما ذكرنا، وما بعده متعلق به أيضا، وهو قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلي وما أنزل علينا
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فالكل على منهج واحد على دين واحد. وما أوتي موسى وعيسى خصوصا، دون ذكر موسى وعيسى من الأنبياء خصوصا، لأن الأمم الكتاب، لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى موسى وعيسى. وهذا وما بعده من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مرتبط بهذا كما ذكرنا، لأنه إذا كان الإسلام هو دين الكون كله فمن أتى بغيره فإنه لا يقبل منه. قال وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. وهذا المعنى تأكيد الإيمان بالله واليوم الآخر، الاستسلام لله وتذكر الرجوع والموقف بين يديه يوم القيامة. وإليه يرجعون. قال ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي، والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب، بطون أولاد بني إسرائيل الاثنى عشر. الصحيح أن هذا، أن هؤلاء هم أنبياء الأسباط، أنبياء بني إسرائيل المتفرقين في الأسباط الاثنى عشر، فكل منهم متشعب من ولد من أولاد يعقوب. الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل هم الأسباط. لا يلزم من ذلك أن يكون إخوة يوسف جميعا أبناء يعقوب أنبياء، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل بني إسرائيل أنبياء، إنما المقصود أنبياء الأسباط. وما أوتي والأسباط فهم أنبياء الأسباط، أنبياء بني إسرائيل، وذلك لأن هناك من احتج بهذه الآية الكريمة على أن أولاد يعقوب أنبياء، وليس الاستدلال بظاهر، خصوصا مع ما دل عليه القرآن من صفات نقص كثيرة فيهم تنفر عن عنهم ولا تلحقهم بمقام النبوة، من إخلاف الوعد والكذب في الحديث والظلم وخيانة الأمانة والكذب، يعني الكذب، ادعاء الكذب وغير ذلك من المعاني التي تنافي مقام النبوة. ولو تابوا إلى الله عز وجل منها فإنهم عاشوا مدة طويلة من عمرهم في هذه الذنوب، وهذا كما ذكرنا على الصحيح ينافي مقام النبوة. قال وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. هذا الإيمان هو الإيمان المجمل بهذا الذي أنزل على الأنبياء، وأما تفاصيله فنحن نعلم القواعد الكبرى فيه من التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر واتباع الرسل ومحبتهم والإيمان بالملائكة، ولكننا لا ندري تفاصيل ما أوتيه هؤلاء الأنبياء. إذن نؤمن بذلك إجمالا وتفصيلا فيما ورد فيه التفصيل من شرعنا، فما أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم نعرفه تفصيلا كلمة كلمة، ونعرف بعض ما أوتي موسى وعيسى كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية، فهي من الأمور التي نعرفها تفصيلا. وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وغير ذلك من المعاني التي ورد ذكرها في القرآن. ونعرف من الإنجيل
دعوة المسيح صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكننا لا ندري تفاصيل ما أوتيه هؤلاء الأنبياء واحدا واحدا، ويكفينا الإجمال في ذلك. قال لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون، فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم مصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ليس كما يظن البعض في هذه الآية الكريمة لا نفرق بين أحد منهم لا نفاضل، ليس المعنى كذلك، لا نفرق في الإيمان. أما المفاضلة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء التي يراد بها تنقيص المفضول، ونهى عن مفاضلة بمجرد الرأي كالذي ضرب اليهودي ولطمه لما قال والذي اصطفى موسى على البشر، فقال فضربه وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فمثل هذا النوع من التفضيل بمجرد الرأي أو الذي يشعر بتنقيص بعض الأنبياء لأنه يعاقب على تفضيله واصطفائه، ذكر تفضيله واصطفائه، فمثل هذا المعنى منهي عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين الأنبياء. أما أن بعضهم أفضل من بعض فلا نزاع في ذلك، فقد قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن هذا التفضيل مرده إلى ما علم من الوحي، لا نفضل بآرائنا ودون تنقيص للمفضول، بل أقل الأنبياء أفضل من جميع الصديقين والصالحين، وهذا لا نزاع فيه، أن النبي أفضل ممن دونه من الصديقين والشهداء والصالحين. فلذلك نقول مرد التفضيل إلى الوحي، لسنا الذين نفضل من عند أنفسنا، ولسنا بالذين ننقص قدر الأنبياء، بل نفضل بمن فضله الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى فمعنى لا نفرق بين أحد منهم يعني في الإيمان نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فهذا الأمر من الله عز وجل أن نعلن اسم الإسلام وحقيقة الإسلام، وهو الامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا أطلق الإسلام فالمراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنه دين كل الأنبياء قبله، ولكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أصبح لا ينطبق اسما ولا حقيقة إلا على متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ينبغي أن يكثر من الاستدلال بها ومن تلاوتها على الناس، خصوصا مع انتشار دعوى مساواة الملل وانتشار دعوى أن أهل الكتاب مؤمنون وأنهم ناجون عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة أن اليهود والنصارى والمسلمين كل سيدخل الجنة طالما عمل بالشريعة التي هو عليها، حقيقتها الكفر بالله وتكذيب القرآن كهذه الآية الكريمة، ومع المعلوم المتواتر من الدين من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالكفر على كل من خالفه ولم يتبعه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين في الحقيقة، وإنما النزاع بين المسلمين والزنادقة والمنافقين
وكيف يتصور أن يصحح دين فيه الشرك بالله والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تكرر هذه الآيات على الناس ويستدل بها. روى الإمام أحمد عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، هذا هو الصحيح المشهور. رغم أن الشيخ الألباني يبدو أنه صحح، لكن المعروف أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. لكن لا نزاع في المعنى من أن الإسلام شرط في قبول كل الأعمال، لا يقبل الله صلاة ولا زكاة ولا صوم من غير شهادة التوحيد، من غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن من مات مشركا بالله مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو أقر بنبوته لكن دون أن يتبعه عليه الصلاة والسلام فلا نزاع في كفره في حبوط كل عمله، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل ولم يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه أنسلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات إلى قوله إلا الذين تابوا، فأرسل إليه إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فأرسل إليه قومه فأسلم، يعني من تاب بعد ردته قبل الله عز وجل توبته. وبعض الناس يظن أن هناك عدد معين لحصول التوبة بعد الردة، ظنوا من قول الله عز وجل إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والصحيح أن كل مرتد ولو تكرر منه ذلك يؤمر بالرجوع إلى الإسلام ولو تكرر أكثر من 3 مرات، وإنما الآية في من ازداد كفرا ومات على ذلك. أما من تاب إلى الله عز وجل ورجع عن الكفر فليس داخلا في عموم الآية، لأن الله قال ثم ازدادوا كفرا، فكل من وقع في ذنب ولو كان الشرك فإنه مأمور بالتوبة إلى الله وباب التوبة مفتوح. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه، وصححه أيضا الشيخ مقبل ابن مهدي. وروى عبد الرزاق عن مجاهد قال
جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله فيه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله غفور رحيم، فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. يقول له أنت صادق فيما نقلت، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ عن ربي، والله صادق فيما قال من قبول توبة التائب. فأسلم، قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلام. فقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يقول أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح لهم الأمر، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك، فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ ولهذا قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم قال تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي يلعنهم الله ويلعنهم خلقه خالدين فيها، أي في اللعنة والعياذ بالله، الطرد والإبعاد الدائم المستمر عن رحمة الله، أعوذ بالله، لا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينظرون، لا يؤجلون، لا يعطون فرصة أخرى، لا يعادون إلى الدنيا يتمنون العودة إلى الدنيا، لا يقع ذلك، أسأل الله العافية. قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليه، نسأل الله أن يتوب علينا. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يقول تعالى متواعدا ومتهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، مخبرا بأنهم لا يقبل لهم توبة عند مماتهم، لأنهم إنما يتوبون عند الغرغرة عندما يتضح الأمر، فهؤلاء لا تقبل توبتهم، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ولهذا قالها هنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. الآية التي قبلها فتحت باب التوبة للمرتد ولو كان رئيسا في الردة، والآية هذه أغلقت باب التوبة، أي لمن تاب عند الموت عند الغرغرة لا يقبل منه ذلك، قبل الغرغرة لا يزال باب التوبة مفتوحا للعبد، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى الغرغرة لم تقبل توبته. وأما من كان في السياق وفي مرض الموت فإنه لم يصل إلى الغرغرة بعد، كأبي طالب لو كان تاب لنفعته توبته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإسلام وطلب منه أن يسلم وهو في مرض الموت، فدل ذلك على أن المعنى المقصود لن تقبل توبتهم، أي عند الغرغرة بعد الغرغرة. روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا لا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هكذا رواه وإسناده جيد. يظهر الله أعلى وأعلم أنها مرتبطة بالتي قبلها، بالتي قبلها وهي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهذه التي سبب نزولها كذلك، وأن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يتوبوا هؤلاء الذين لن تقبل توبتهم عند الموت. فالآية مرتبطة بما قبلها، فيفهم منها أن من كفروا بعد إيمانهم ثم لم يزدادوا كفرا سوف تقبل توبتهم، لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإسلام وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى تقبل توبتهم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف، يعطي قرى الضيف إكرام الضيف ويفك العاني يفك الأسير ويطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين. لم ينفع عبد الله بن جدعان ما كان يفعله من قرى الضيف وفك الأسرى وإطعام الطعام وإعتاق الرقاب والإحسان، لأنه لم يكن مؤمنا باليوم الآخر. فمن أشرك بالله أو كذب الأنبياء أو كفر باليوم الآخر لم ينفعه عمل، وكذا من كذب بالملائكة ومن كذب بالكتب ومن كذب بالقدر جملة. فأي أصل من أصول الإيمان، ركن في قبول أي عمل، شرط في قبول أي عمل، لا يقبل عمل بدون الإيمان. صحيح، حتى ولو أخلص. نعم، غالبا ما لا يكونون يريدون به وجه الله، ولكن حتى لو أرادوا وجه الله فبعض الكفار من اليهود والنصارى خصوصا قد يتقربون إلى الله بقربات اتفقت عليها شرائع الأنبياء، مثل الصدقات مثلا، وهم يريدون بذلك الجنة، مثل إطعام الطعام، مثل الرفق واللين والإحسان مع الناس. الصلاة التي يصلونها الآن منسوخة، لكن لم ينسخ مثلا الصدقة على الفقراء، لم هذا أمر أثبت به الشرائع كلها، لم ينسخ بر الوالدين. فلو تقرب إنسان إلى الله بذلك لكنه مشرك، كما قد يقع ذلك في بعض من ينتسب إلى الإسلام يتقرب إلى ما إلى الله بما يظنه قربة، وهو متلبس بشرك وبدعة مكفرة وقامت عليه الحجة، فلا ينفعه ذلك العمل ولو كان متقربا إلى الله بأنواع القربات. وكذلك مثلا من يزعمون حب الله عز وجل قد يجدون أحيانا في قلوبهم ذلك الحب، لكنهم في نفس الوقت أو يحبون المسيح. لا نشك أن هناك من النصارى من يحب المسيح، ومن اليهود من يحب موسى عليه السلام، ولكن وهي عبادة من العبادات وإيمان، لكن حابط بسبب شركهم بالله وتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالقرآن وادعائهم لله عز وجل الصحبة والولد. يقول وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف بولو اهتدى به على الأول، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. الذي ذكره أولا أنه قال
لو افتدى بميل الأرض ذهبا لو كان قد أنفق ميل الأرض ذهبا فيما يراه قربه، لو افتدى به، لو كان لديه فافتدى به لما قبل منه. يبقى الأول ولو افتدى به، العطف هنا ولو افتدى به، يبقى الأول لن يقبل أحد من الأرض ذهبا، الثاني الذي يريد أن يفتدي بمن الأرض ذهبا. أحسن أن يقال الواو زائدة بمعنى واو زائدة بمعنى لن يقبل من أحد من الأرض ذهبا لو افتدى به. لا، ده احنا حالين، لو واحد بيتقرب بقربات وكان من ضمنها، وهو أمر لا يتصور، لكن لو كثرت قرباته حتى بلغت ملء الأرض ذهبا لما تقبل الله منه. لو أتى يوم القيامة بذهب ملء الأرض ليفتدي به من عذاب القيامة ما قبله الله منه. يقتضي هذا ألا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض أيضا ذهبا، وزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. تخيل أن هذا الأمر لو كان كله ذهبا أنفقه ما قبل منه، ولو أتى به يوم القيامة يفتدي، يريد أن يدفعه فدية لينقذ من عذاب الله ما قبل الله منه. عن روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك. خرجه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. أعوذ بالله. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار. وهذا من التبكيت والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. والناس يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دماء بعض ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا لا يساوي شيئا، ولا جبلا واحدا ولا بحرا واحدا. ما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الكفر والشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أسلمت على ما أسلفت من خير، حديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما أخبره أنه أعتق في الجاهلية. فقال السؤال يقول: هذا دليل على صحة بعض أعمال الخير حال الكفر؟ هذا امتنان من الله عز وجل على عبده الذي أسلم أن يحتسب له ما عمله من أعمال خير قبل ذلك منة منه سبحانه وتعالى، وذلك أن المحبط الموت على الشرك. وأما ما فعله قبل ذلك من خير إن أسلم قبله الله منه بفضله ورحمته. الحمد لله. هل هذا خاص بحكيم فقط؟ لا، ليس خاص بحكيم، بل من أسلم فحسن إسلامه جازاه الله عز وجل بما كان فعل من خير في الجاهلية. نعم، إذا أسلم ثم ارتد
ثم أسلم، هل تقبل أعماله التي كان عملها قبل ذلك في الإسلام؟ نعم تقبل أعماله، ولا تحبط أعماله إلا بالموت على الكفر. أما ما فعلها في حال ردته إن كانت أعمال خير كعتق الرقبة وطعام الطعام، فالظاهر على حديث أسلمت مع على ما أسلفت من خير أنها أيضا يغفر الله له ردته ويقبلها. إمام خطيب بالأوقاف يقول بأن النصارى أهل كتاب وليسوا بكفار، فإذا تليت عليه الآيات والأحاديث وأصر على هذه الفكرة، هل نقوم بتحذير الناس من منهجه أم نعاود الكلام عليه؟ عاود الكلام عليه مع تحذير الناس من هذا القول الكفري والعياذ بالله. كونهم أهل كتاب لا ينافي أنهم كفار، الآيات أوضح ما يكون، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. قل له هذا يقول هؤلاء اليهود والنصارى يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم أم يصدقونه؟ فلو قال بعد أن علم أنهم يكذبونه أنهم ليسوا بكفار فهو كافر شخصيا. ما هو ماشي، هو فين المؤمنين اللي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول أيوة بيكذبوا الرسول بيكذبوا القرآن ويقولوا إن الله هو المسيح مريم وهم مش كفرة، يبقى خارج من الملة، يبقى ده نقض شهادة التوحيد بركنيها، لأن هو بيقول بيعبدوا غير الله، يبقى أنت بتقولش لا إله إلا الله. اللي بيقول يعني دي بقى مش عايزة آية، دي أصلا بلوغ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي لوحدها كافية في إقامة الحج. فاحنا إقامة الحج عليه في إن هو إيه، إن هو عارف إن هما بيشركوا بالله ولا لا، ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. معنى الحديث اقتلوا الحياة واقتلوا ذو الطفيتين والأبتر. ذو الطفيتين نوع فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحياة، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات بيوت وهن العوامر. هذا خاص بالمدينة، اقتلوا الحياة هذا حديث صحيح، أمر عام لقتل الحياة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية. واقتلوا ذو الطفيتين الثعبان ذو نقطتين سوداوين من كثرة السم، والأبتر أيضا نوع من الثعابين يطمسان البصر سمومهما تؤدي إلى العمى لو لدغ الإنسان، وأحيانا ربما يؤثر بقوة إشعاعية، بعض أنواع الحيات لها قدرة إشعاعية تؤدي إلى يعني مثل الإشعاعات المعروفة الآن من الليزر أو نحو ذلك، تؤدي إلى إسقاط البصر وإسقاط إلى طمس البصر وإسقاط الحبل، وبعضها يمكن أن يؤثر بسميته ولو عن بعد أو بالرعب الذي يسببه للحبل. وأما عوامر ذوات البيوت وهن العوامر فهذه في المدينة، بعض الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحذر ما يظهر من الحياة في المدينة ثلاثا، فإن ظهر بعد ذلك يقتل. أشياء أشعاعية مع أنا ما أعرفش تفصيلا من ذلك، لكن ممكن من خير يعني مسألة إن هو كيف يطمس البصر، وممكن بطريقة أو من غير من عن بعد سموم، وطبعا يعني هناك من السموم ما يذهب البصر. قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، حديث صحيح أصلا رواه مسلم. كان اللحم قبل بني إسرائيل لا يتعفن مع طول المدة، يبقى مثل القمح والدقيق والشعير، ولكن بنو إسرائيل أمروا ألا يدخروا من المن والسلوى فلم يستجيبوا وادخروا فأنتن اللحم، فجعل الله هذه سنة في البشر كلهم. وحواء عليها السلام وقع منها نوع خيانة لآدم،
لا ندري تفصيله. منه جبلت أكثر النساء أو كثير من النساء على خيانة أزواجهن ولو في شيء يسير تفعله من غير علمه في ماله أو في بيته. وبعضهن، وليس هذا هو العام، ولا يظن بحواء أن تكون الخيانة في الأرض، بعضهن قد يكون في الأرض لكن ليس هذا شأن حواء عليها السلام، فلم تزني امرأة نبي قط، لكن خانته بمعنى صنعت شيئا من ورائه لم يأذن لها فيه. حكم الشرع في مباراة كرة القدم، حكم مشاهدتها. أما اللعب مع وجود سبق جوائز فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خف أو حفر. فهل يجوز اللعب على جوائز في كرة القدم ولا في غيرها ولا مصلحة فيها؟ أما مشاهدة ذلك فمرتبط غالبا بمنكرات متعددة، من تضييع واجبات ظاهرة وباطنة، ومن ارتكاب محرمات ظاهرة وباطنة، لا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا القليل. لا أشاهدهم في من يدمن على مباريات كرة القدم، فأقل أحوالها الكراهة، وإن ارتبطت بمحرم فهي محرمة. الذي ينظر إلى المباراة دون منكرات أخرى لا ينظر إلى الجزء المحرم منها. كشف العورة فيه خلاف، أعني الفخذ هل هو من العورة أم لا. الصحيح أنه عورة مخففة. النصل اللي هو الرمح، السهام، الخف والحافر، الخيل والإبل. حكم الشرع في الفترة التي يجب على المرأة أن ترضع فيها ولدها، هل إذا فطم الرضيع قبل السنة تكون آثمة؟ لا، لأن الله قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ليس الفترة الأصل فيها إذا لم يقع اتفاق أن تكون سنتين. إذا وقع اتفاق بين الأب والأم على مصلحة الرضيع وحسب صحة الأم فلا حرج عليها أن تفطمه قبل ذلك. الأمر مبني على المصلحة، ليس الإلزام بالسنتين. جعله الله عز وجل معلقا على الإرادة لمن أراد أن يتم الرضاعة. حكم رفع الأسعار من التاجر المسلم على أخيه المسلم، هل هناك ضابط للربح؟ حكم رفع الأسعار إذا ارتفع السعر في الحقيقة في السوق فيرتفع، فيرفع السعر بقدر ما ارتفع في السوق. أما بالجشع واستغلال حاجة المضطر، أعني أن يبيع السلعة بأضعاف سعر مثلها لأجل فقراء المسلمين الذين يقدمون مثلا بعض البلاد، أو لأجل المحتاجين وليسوا فقراء لكن معهم مال فتضاعف أسعار السلع لأجل الكسب الذي يتجاوز سعر المثل أضعاف مضاعفة، فمثل هذا من بخس الناس أشياءهم. وقد قال عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، معه 10 جنيهات، هذا المال يشتري مثلا 10 زجاجات مثلا، فيبخسه ويبيع له زجاجة واحدة، فهذا بخس للمال، بخس للناس أشياءهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام غبن المسترسل ربا. غبن المسترسل يعني الذي يسترسل معك في السعر ولا يماكسك، إما لأنه مضطر وإما لأنه جاهل بسعر السوق. وهذا الحديث رغم ضعفه إلا أن معناه صحيح، رغم ضعفه إسنادا إلا أن له شواهد من جهة عموم الآية القرآنية التي ذكرنا. ضابط الربح ما ذكرنا، ما يتسامح الناس في مثله في أمر في سعر السوق، في حدود سعر السوق. قل قولي هذا واستغفر.